سائل يقول: هل يجوز للطبيب أن يعطي أحداً من الناس إجازة مرضية وخاصة للموظفين عندما يكون هذا الشخص لا يحتاج حقيقة إلى هذه الإجازة؟ وهل للطبيب وهو الطبيب لم يعاين هذا الشخص ولم يكشف عليه، فهل يأثم الطبيب لو أعطى المريض إجازة مرضية؟ وهل يأثم الطبيب لو أعطى المريض إجازة مرضية أكثر مما يستحق؟ في الصحيحين عن أبي بكر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله، وعقوق الوالدين، وكان متكئا فجلس، فقال: وقول الزور وشهادة الزور. ولا شك أن الطبيب إذا أعطى شخصا إجازة مرضية وهو ليس بمريض، لا شك أنه قال الزور وشهد شهادة الزور، وأنه آثم وأتى كبيرة من أكبر الكبائر. وكذلك الذي أخذ هذه الإجازة آثم وكاذب على الجهات المسؤولة وآكل المال بالباطل، فإن الراتب الذي يقابل هذه الإجازة أخذه بغير حق. وكذلك إذا أعطاه أكثر مما يحتاج، مثل أن يحتاج إلى 3 أيام إجازة مرضية ويعطيه 4، فإن هذا حرام من أكبر الكبائر. والحقيقة أن الإنسان كلما فكر في مثل هذه الأمور يعجب كيف يقع هذا في شأن المسلم. ألسنا كلنا مسلمين؟ أليس دين الإسلام يحرم هذا؟ أليس العقل المجرد عن الإيمان والإسلام يحرم هذا؟ الجواب بلى. لكن مع الأسف أن يقع هذا من المسلمين ويكون وصمة عار في جبين كل مسلم. الآن يقول بعض السفهاء: إن الكفار أنصح من المسلمين وأصدق من المسلمين وأوفى من المسلمين. وهذا قد يكون صدقا في بعض الأحيان، لكننا نقول لهذا: دين الإسلام أكمل من كل ما سواه من الأديان، ومنهج الإسلام خير من كل منهج، وشرعة الإسلام فوق كل شريعة. لكن البلاء ممن؟ البلاء من أهل الإسلام ليس من الإسلام. وما دمت رجلا أنتمي إلى الإسلام وأفخر به وأعتز به وأرجو به ثواب الله، فلماذا أخالف شريعة الإسلام؟ لماذا أقول الزور؟ لماذا أشهد الزور؟ لماذا أكل المال بالباطل؟ لماذا أقول الجهات المسؤولة؟ كل هذا مما يؤسف له، وكل هذا مما أوجب تأخر المسلمين وتسلط الأعداء عليهم. إخواننا الآن، إخواننا المسلمون في بعض الجهات الإسلامية ينحرون نحر الأخرة، يذبحون ذبحا تنتهك حرماتهم، تسبى ذراريهم، تغتنم أموالهم. لماذا؟ كل هذا بذنوبنا ومعاصينا. فنسأل الله أن يعاملنا بعفو وأن ينصرنا على أعدائنا. نعم.